السيدة وزير التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج. مساء الخير يا دكتورة. اهلا وسهلا استاذه رميس، ونسعد دايما نكون مع حضرتك. اشكرك. يعني الحقيقه انا يعني انا قريت البيان، ربما اهم ما ورد فيه هو فعلا انك فتح يعني انك ساعدتيهم على فتح باب رزق، واظن ده الاهم يا دكتوره. بصي يا فندم، اولا انا طبعا هي ست على راسي وقويه وزوجها راجل غلبان جدا يعني وناس طيبين، ولكن هم عندهم بعض الحاجات اللي قلت طب ما نستثمر فيها. يعني انا بعد ما درست الموضوع لقيت عندهم مش شقه، اوضه وبمنافعها يعني في بني سويف، وهو ما عندوش فرصه عمل ثابته هنا وهي بعيده عن كل حاجه. فقلت لها طيب تروحي بني سويف واوضب لك البيت. قالت لي انا عندي الاوضه بس عايزه اصب فوقها حاجه تانية علشان ابنها. قلت لها اعملها لك. حاضر. قال لي انت بتعرف تعمل ايه؟ فمهم في جمعيه قالت انا ممكن اشترك معاكم. قلت لهم لا، انا هجيب له كشك وهفرشه كله وهي هعمل. انت بتعرفي تعملي ايه؟ كنت بربي فراخ، لان انا لما رجعت لتاريخها انا احنا بنعرف نجيب بيانات الاسر كلها. قلت لها انت اخذتي قرض قبل كده عشان تعملي مشروع فراخ؟ قالت لي اه، بس سبت البلد ومشيت. طب جيتوا هنا ليه؟ قالت لي جينا ورا الرزق. قلت لها طب لو عملنا باب رزق ترجعوا بني سويف؟ لان النهارده على فكره المشكله مش مشكله شقه ايجار، المشكله ان بعد الشقه هتبقى عايزه حد يصرف وهتبقى عايزه كمان مواصلات. فشفنا ايه، لان جوزها عنده 48 سنه، يعني جوزها صغير. جوزها اصغر منها، عنده والله جوزها اصغر منها ب 15 سنه وعنده وما عندوش فرصه عمل، ويعني هو ما زال عنده قدره على العمل وعنده رغبه في الرجوع لبني سويف. هما مشكلتهم ضيق الرزق في بني سويف. فقلت لها طب لو رجعتي ونخلي المديريه تبقى معاكوا ونجيب الكشك ونفرشه ونعمل لك انت حاجه فراخ بدل ما انت قاعده بالترمس. قالت لي تبقى عظمه على عظمه. هو قال مسك فيها بقى وقال لا، انا مش هقعد في القاهره، انا عايزه ارجع بني سويف. دي نقطة مهمة جدا، لأنه احنا عندنا كتير ممن الآن في القاهرة هم من قرى ومن محافظات، لو لقوا فرصة رزق في محافظاتهم مش هيجوا في القاهرة. يا ريت يا ريت والله، لان كل واحد هو بيقولك انا راحتي في بيتي واهلي طبعًا. هناك وانا هنا ما عندوش سند هنا وما عندوش فرصه عمل. فبالتالي الخطوه اللي بعديها انه هيسكنوا في عشوائيات. صح. وليه ما يقعدوا معززين مكرمين واحنا ندعمهم؟ يعني قلت لها هجيب لك العلاج شهري وهعملها هي مش انا اللي هعمل لها طبعا، هي الحكومه والمساعدات كتير، يعني هنعمل لها مبلغ شهري لان هي ست تستحق دوت صحيا وسنا وظروفا. ده مش كرم مننا، ده حقها انها تاخد هذا المبلغ الشهري بالاضافه لمشروع هتقدر تتكسب منه. اما هو في سن العمل 48 سنه يقدر يشتغل ويقدر يعمل فهو هتعملوا له كشك. هنعمل له كشك وهنأسسه ونفرشه ونجهزه وهي هنعمل لها المشروع بالاضافه الى مبلغ شهري والله. بالاضافه ان انا هنوضب لها البيت بالكي. هي قالت انا بيتي كويس، بس لما انا بعت حد البيت وبعت لي الصور لا، البيت تعبان، عايز يترمم شويه وعايز يتجهز برضه عشان يعيشوا عيشه كريمه. فحطيناهم تحت برنامج سكن كريم. هم الحقيقه ما طلبوش ترميم البيت، بس احنا بالناس في الظروف دي وفي السن ده لا، بنرممه بنجهزه بيت بسيط، يعني مش تكلفته عالية وما فيش حاجة بتغلى على الناس الكبيرة طبعًا. والجادة في الشغل. لكن هم دلوقتي أنا سألتهم تاني بالليل خلاص هم مستقرين، هم عايزين يرجعوا بني سويف. على فكرة دي يعني فعلا ده أحسن حاجة عملتها وزارة التضامن وحضرتك. أولا فكرة إن إحنا بنعمل ريسيرش على الناس ونبحث حالتهم، وإن إحنا عرفنا إن عندها كانت واخدة قرض قبل كده، فالريسيرش ده مش فكرة إن إحنا هنجيب لها شقة وخلاص، لأ، يعني فكرة إن أنتوا درستوا حالتها وقدرتوا إن أنتوا يعني تدوها الإمكانات اللي هي تقدر تعيش بيها وتكمل بيها أفضل من إن أنا أجيب لها شقة وخلصنا. وبعدين بصي يا فندم، يعني ايه، اولا انا عرفت ان عندها عداد كهرباء، وعرفت طبعا احنا دلوقتي قواعد البيانات، احنا عندنا حاجه اسمها السجل الوطني الموحد للمواطن، بالرقم القومي تقدري تعرفي هو عنده كهرباء قد ايه، هو اخذ مشروعات قبل كده او لا، هو عنده حيازات او لا. فالحقيقه كشفت عليها بالكامل بالاضافه الى البيانات المميكنه، بعتنا حد يزور المكان ويصور الصور ويبعتها لنا، كل ده من قبل ما اقابلها. فلما قابلتها كان عندي بيانات كامله، فقدرت يعني نطلع من قلب اللي عندها وتاكدت تماما ان هي عايزه ده.
هي ست مجتهده وبرضه يعني ومرزقه زي ما حضرتك قلتي امبارح بصراحه. ده حقيقي، ده حقيقي حقيقي والله. بس انا نفسي نتعامل مع هذه الموضوعات كقضايا، يعني طبعا مع كل احترامي للست نعمات وعم عاطف اللي بيشتغل وهو حاجه و90 وعم صابر، كل دي حالات في منها كتير، فاحنا نفسنا نتعامل مع القضايا بقى. وده انا طبعا بحيي السوشيال ميديا ان هو يسلط الضوء على القضايا، بس يتعمق شويه في الموضوعات، يعني صح. ما نقدرش نحكم سريع سريع كده. انا بقى الحقيقه بشكرك جدا على التعامل بعمق، يعني التعامل مش من فوق الوش، بشكرك لا جدا على يعني التعامل بعمق. حقوقهم على راسنا بشكرك، يعني متشكره جدا استاذ نيفين. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره نيفين قباج وزير التضامن الاجتماعي. هنا فكره ان احنا احنا مش بنسكت الموضوع وخلاص، مش بنقفل الملف ونخلص ويلا وادوها شقه وخلص او ادوها اعانه وخلص، لا رجعناها بيتها وعملنا عليها ريسيرش وعملنا عليها بحث وشفنا حالتها ايه، طب جوزها عايز ايه، طب ايه اللي ممكن نساعده ان هو حياته تتحسن. فكره التمكين مش التسكين، مش ان انا اسكن الموضوع واخلص، التمكين هو ده المهم. وانا الحقيقه بشكر دكتوره نيفين لان فعلا في تعامل كده مع القصه بشكل عميق. وانا ما بحبش بقى سيده المطر وسيده المش عارفه ايه وسيده القطار وحاجات كده، اسمها نعمات.